باكستان يا جيوش باكستان هيا لحكم القرآن هيا لحكم القرآن يا أمة الملايين يا أمة الملايين هبوا لنصرة الدين هبوا لنصرة الدين يا أقصانا يا أسير يا أقصانا يا أسير أبشر أبشر بالتحرير أبشر أبشر بالتحرير أين الفار أين خليفة المسلمين؟ أيهون عليكم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلسه اليهود برجسهم؟ اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا احتلوا بيت المقدس. أهل باكستان يا أهل التقى والإسلام، هذا معراج رسول الله يستصرخكم، فماذا أنتم فاعلون؟ وهذا المسجد الأقصى يستنصركم، فهل أنتم ملقون؟ يا جيش باكستان، أمريكا تسخركم لقتل إخوانكم، أمريكا تسعى لتدميركم، أمريكا هي عدوكم، فخلصوا أنفسكم من التبعية لها. هذا نداء حزب التحرير إليكم أن أقيموا الخلافة واسحبوا بجيشكم الجبار إلى بيت المقدس، وإنكم أهل لتنالوا شرف تحرير. أيها المسلمون في الجزائر والمغرب أرض الشهداء، أجيبوا داعي الله ولبوا نداء الأقصى، فانبذوا العلمانية والضلال، أزيلوا الحدود التي بينكم، واجتمعوا على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.